اهلا بيكي، اتفضلي. حضرتك السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. طيبين وانت طيبه، اتفضلي. معلش انا كنت عايزه اسال فضيله الشيخ عن حاجه. معلش اتفضلي يا معلش، اتفضلي. انا الله يخليك يا رب، في مشاكل بيني وبين جوزي بقى لها فتره، وصل في الليل ان احنا هننفصل، بس هي الموضوع متوقف على المحكمه دلوقتي. لكن انا كان كل شويه يطردني من البيت انا واولادي. يا دي الخير. فانا حفاظا على نفسي وعلى اولادي لاني ماليش مكان تاني، فانا اشتريت الشقه بتاعت الزوجيه. تمام، احنا اتفقنا على مبلغ وكان لي عندي باقي. بس هو داخلين على سنه هو ما بيصرفش على اولاده ولا حتى بيشوفني. فانا معيش ان انا اسدد ايه الفلوس اللي عليا، انا ملزمه او اتحاسب عليها لو انا ما اديتهالوش. يعني انت دفعتي له فلوس الشقه عشان تفضلي قاعده فيها. تمام. يا خيبتي التقيله، يعني بدل ما هو يمشي ويسيب لها الشقه عشان هي حاضنه. انت ولادك قد ايه؟ احنا لسه عايشين في نفس البيت، كان دايما يطردني انا واولادي. لا حول ولا قوه الا بالله. انا حفاظا عليهم هنروح فين؟ ربنا كرمني وانا اشتريت الشقه منه. طيب ربنا يكرمك كمان وكمان وما يحجكيش لحد خالص. انت عندك اولاد ايه غير كريم؟ انا عندي مروان. قدو عندهم قد ايه؟ كبار يعني، بنتي 14 سنه والولد 10 سنين. تمام. طيب فانت بتقولي اشترت فلوس الشقه وكان فاضل على فلوس الشقه دي جزء، هما بقاله سنه. هو انت خلاص قاعده في الشقه يا ام كريم؟ انا قاعده فيها دلوقتي. طيب هو بقاله سنه بقى ما بيشوفش الولاد ولا بيصرف عليهم ولا كذا، وساب لهم البيت يعني؟ وساب البيت ومشي لاولاده. نعم، ولا بيطمن على اولاده بالتليفون ولا بيسال عليهم. ساب البيت ومشي خلاص. صح، ساب البيت ومشي. هو عايز الجزء اللي فاضل من فلوسه. بيطالبني بالجزء وهي بتقول لك ما هو ما بيصرفش وكده، فالجزء ده ايه؟ حر ونار في جتته، ناخده منه بقى بدل. انا طيب قدام ربنا لو انا ما اديتلوش الفلوس دي ولا المفروض اديها له؟ انا ده اللي عايزه اوصله. ماشي يا ام كريم، بس هو لسه الرباط الزوجيه موجود اصلا، ماشيين في قضيه او حاجه. السيده هند بنت عتبه، في بيعه اسمها بيعه النساء جت في آخر سورة الممتحنة. أيوه. ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ست أمور فبايعهن واستغفر لهن الله. منها ولا يسرقن، فالست ما تسرقش. فالسيدة هند قالت له إن أبا سفيان رجل شحيح. صحيح. ما يصرفش على بيته وأولاده. فهل علي إثم لو أنا خدت من فلوسه عشان أصرف على أولاده؟ ما هو نفقة الأولاد ديت كريم وأخته واجب عليه هو، مش بمزاجه، واجب عليه، الشرع بيلزمه لينفق ذو ساعة من ساعة على قدر طاقته طبعا. فهل عليها إثم إنها هند بقى إنها تاخد من فلوس أبو سفيان تصرف على ولدها؟ قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يعني حتى لو الست جوزها ما أنفقش على ولدها فلها إنها تطلع زكاة مالها تنفق على ولدها. طب يعني ان هي غير مطالبه بالانفاق على اولادها. حضرتك بتقيس على الموقف ده، بتقيس عليه انها يجوز انها ما تديلوش بقيه فلوس الشقه؟ انا ما قلتش كده. ما هو لا لا لا، انا ما قلتش كده. طب فهمني. انا قلت ان الست اللي جوزها عايش معاها في البيت. طيب مش انا اللي قلت، النبي اللي قال عليه الصلاه والسلام. ماشي تمام. لا ده موقف طبعا تاني. طبعا خذي ما يكفيك وولدك، ده عامل زي ملح الطعام. ما هي لو خدت اكتر من الحق ربنا هيحاسبها. هي تاخد ما يكفي ولادها بالمعروف. ودي امر متروك للست نفسها، مش الشيخ هو اللي هيقيم الامر ده. بتاخد ضروريات ولادها. طيب هي بقى ده مشي وسابها وفي فلوس باقي على الشقه، تدفعها ولا ما تدفعهاش؟ وهو مطالب انه يصرف على الولاد في السنه دي، لا سال ولا صرف ولا عمل، وهي كمان بتدي له فلوس الشقه اللي المفروض يسيبها لهم يقعدوا فيها. هي ماضي عقد، اصل في امور قانونيه ثانيه. فانا مش عايزه اديها، اعمل تصادم ما بين الفتوى الشرعيه وما بين الامر القانوني. طب بغض اذا كانت هي في مامن من ذلك وترى انه ده حق ولادها بما يرضي الله تبارك وتعالى، فهل ليها انها تاخذ الحق ده بتاع ولادها؟ طبعا عند بعض الآراء الفقهية سرقة الحق مباح. يال دي مدرسة فقهية. بس إذا أيقنا إن ده إيه؟ حق. واحد خد مني موبايلي أنا، بتاعي، ملكي أنا، اللي الناس كلها تشهد إن ده بتاعي أنا. وبعدين حاولت تحصل عليه بشتى الطرق، معرفتش. فخليته حطه كده وراح الحمام، قمت أنا واخد موبايلي حطه في جيبه وماشي. أنا خدت حاجة مين؟ حاجتك. بتاعتي أنا.
دي قصة، دي شغل، دي بقى ده موضوع يعني. دلوقتي خد ايدك، خد حقك بالدراع والكلام ده. لا لا، هي مش حكاية اخذ الحق بالدراع. يعني احنا عندنا ما هو بالدراع، ما هو اخذ الحق بسرقته يجوز. لا لا، يعني اترك حقي. لا يعني احنا دلوقتي نلوم المظلوم على انه اخذ حقه، تمام، ما قدرش ياخده بشتى الوسائل، فتحين فرصة انه ياخد حقه وما خدش اكتر من حقه. هل الشريعة تلومه على انه خد حقه؟ لا خلاص، اذا قدرتي تسلكي المبلغ ده وهو حقك وحق اولادك وما ترتبش عليه مشاكل قانونية ليكي ولولادك، يلا على البركة. اسماء،